بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد الأصفياء سيدنا محمد على آله وأصحابه الأوفياء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبابنا الأفاضل، النهاردة بإذن الله هنتكلم عن أول مفتاح من سلسلة المفاتيح اللي وعدت حضراتكم بيها. المفتاح ده هو أصل كل المفاتيح. مفتاح هبدأ بيه النهاردة، مفتاح لا إله إلا الله، مفتاح الجنة. إيه هو مفتاح الجنة؟ كلمة التوحيد، لا إله إلا الله. أسأل الله لي ولكم الجنة بغير حساب أو سابقة عذاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله أو مات عليها دخل الجنة. وللأمانة العلمية، أهل العلم يقولون أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ولكن دخول الجنة هم مختلفون ما بين بعذاب أو بغير عذاب، لأن هناك من يدخل الجنة بغير حساب أو سابقة عذاب، وهناك من يوفى حسابه ثم يدخل الجنة. مفتاح النهاردة هو أصل المفاتيح الذي تستمد المفاتيح الباقية منه، هو أصل كل مفتاح، ألا وهو كلمة التوحيد، وهو أسمى المفاتيح وأغلى المفاتيح وأعلى المفاتيح. مفتاح الجنة، لا يدخل الجنة أحد إلا بهذا المفتاح، ألا وهو كلمة التوحيد، ومن لم يأتي بها لا تكون مفتاحا له لدخول الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: مفتاح الجنة لا إله إلا الله، فمن قالها حقا وبصدق وبإخلاص دخل الجنة. مفتاح الجنة هو لا إله إلا الله، ولكن هذا المفتاح كما قلنا له أسنان، كل مفتاح عشان يفتح لي أسنان. لذلك رجل يسأل وهب بن منبه، اسمه كده وهب ابن منبه كما في البخاري، بيقول له: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ يعني بيقول له مش اللي يقول لا إله إلا الله يخش الجنة؟ فقال وهب: بلى، يعني أيوة مفتاح الجنة لا إله إلا الله، ولكن اسمع أخي الحبيب، لكل مفتاح أسنان. المفتاح ده اللي بنفتح فيه فيه أسنان كده صغيرة هي اللي بتفتح، لكل مفتاح أسنان. بيقول له مش اللي يقول لا إله إلا الله يخش الجنة، يعني فيما معناها من غير صلاة، من غير زكاة، من غير أعمال صالحة، مش اللي يقول لا إله إلا الله يخش الجنة؟ فقال له وهب ابن منبه، قال: بلى، ولكن لكل مفتاح أسنان، لكل مفتاح أسنان. اسمع، بيقول له: فلو أنت جبت مفتاح ليه أسنان يفتح لك، لو جبت مفتاح ملوش أسنان ما يفتح لكش. طب الأسنان هنا إيه؟ بعد ما نقول لا إله إلا الله، باقي الشرائع، باقي الدين، الأوامر والنواهي، كل ما هو آت بعد ذلك، من صلاة، من زكاة، من حج، من صوم، من بر، من صدق، من أمانة، من باقي العبادات، من باقي المعاملات، من الأخلاقيات، كل ده هي الأسنان يا أخوان. فمفتاح الجنة لا إله إلا الله، فإذا جئت بمفتاح له أسنان، له أعمال، يعني بعد لا إله إلا الله أنك تقوم باللي عليك، تأدي اللي عليك، تدخل الجنة بفضل الله. أما لو جيت قلت لا إله إلا الله وما فيش أسنان، مفتاح مش هيفتح لك، ممكن تتوقف. لذلك الفرزدق كان شاعر، كلنا عارفينه، شاعر من الشعراء. في يوم من الأيام كان بيدفن زوجته، زوجته ماتت فبيدفنها، مين واقف على القبر؟ الحسن رحمه الله. فالحسن بيسأل الفرزدق هو كده بيدفن زوجته، بيقول له: ماذا أعددت لهذا اليوم؟ ماذا أعددت لهذا اليوم؟ فرد الفرزدق قال له كلمة جميلة، قال: أعددت لهذا اليوم شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. أنا حضرت لليوم ده وجهزت له لا إله إلا الله من كام؟ من 70 سنة. فرد عليه الحسن وقال: نعم العدة، نعم العدة، ولكن إياك وقذف المحصنات.
إياك وقذف، إياك وقذف يعني سب وشتم ولعن، انك تجيب سيرة المحصنات الغافلات المؤمنات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وحذر من السبع الموبقات منها قذف المحصنات. طب هو قال له كده ليه؟ اشمعنى يعني بيقول له الكلمه دي نصيحه يعني بعدم قذف المحصنات؟ عشان انتوا عارفين ان الشاعر او الشعراء دائما كان عندهم الهجاء. هجاء يعني يكتب قصيده يشتم فيها حد تاني، يسخر باحد الناس، يتريق على حد، يهجو احد الناس، يسبه، يتنقصه. فقال نعم العده اللي هي لا اله الا الله، ولكن اياك وقذف المحصنات. رسالة النهاردة لكل اللي بيقول لا إله إلا الله، اوعى تكون بتقول لا إله إلا الله ومبتصليش، اوعى تكون بتقول لا إله إلا الله ومبتقرأش قرآن، اوعى تكون بتقول لا إله إلا الله مفيش ورد بينك وبين الله، اوعى تكون بتقول لا إله إلا الله بلسانك أما حال قلبك بعيد، اوعى تكون بتقول لا إله إلا الله وانت ما بتقراش كلام الله، ما بتحبش الله، ما بتعملش بأوامر الله، ما بتنتهيش عن نواهي الله. اوعى تكون بتقول لا إله إلا الله كده بلسانك من غير ما تبان على جوارحك. عايزين لا إله إلا الله اللي احنا قلناها تكون بالنسبة لنا باللسان وبالقول وبالعمل وبالأحوال، تبقى في كل حياتنا لا إله إلا الله. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.